رجعين لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى الخمسة متاع العشية. كما قلت لكم معنا وكيل أعمال اللاعبين لطفي زروق. أهلا بك من جديد سي لطفي. أهلا وسهلا. دونك اللي ما يعرفكش سي لطفي، شكون لطفي زروق؟ أنا أول أجون تونسي، أعوذ بالله بكلمة. أنا بديت أون 98 دفعت الكوسيون تاع 200,000 فرنك سويس فوا أفوا لا كارت داجون. من بعد أون 2004 j'ai fait un examen qui m'a كل واحد، donc j'étais le seul زاد عملت examen مع المرحوم بكا سي بكا. donc j'ai eu ma carte بالسيستم الجديد و الى depuis 98 انا في الدومين من قبل. اما ماليتولي جبته 92، اما جبت ماليتولي انا بامور قانونيه خديت الكارت داجون اون 98. جي بيباي دوبي 95 مي فوا 200,000 فرنك سويس تمدهم تخليهم ديبوزيت وتدفع لهم 3% في العام. شكون اهم الملاعبيه اللي هي خدمت معاهم وخدموا معاك بليتو؟ خلينا نقول انا ملاعبيه والمدربين كيف يوسف المساكني، هذوما على راسهم فوزي بزات. يوسف المساكني اكثر ناس، وماهر الكنزاري. دونك جي ترافاي مع ماهر الكنزاري، مع يوسف عملت ماليتولي، عملت عبد القادر بالحسن، عملت يانيك جانك، عملت بليزيو جوار، عملت صغير هزيتو لوريون. شكون صغير؟ صغير اللي جبت الاسبيرونس بعد وجيه. وجيه فهمتني؟ تنسيه وجيه الصغير. بليزيو سامي لافونسون، سامي ناصري، سامي عروسي هزيتو للوحده. هذاك زاديهم 98 هزيتو الواحد. هذه مهام الصفقات اللي عملتها. نبيل معلول هزيتو للاهلي جده، هزيت مع عبد القادر احسن، وهزيت معاه ديفونسور خالد بدره. لا اللي في تو ثاني كان في الكيب ناسيونال. خالد بن يحيى. لا اللي خدم مع فوزي بزاتي تو كالاجوا. ضاع عليا. باهي مش مشكلة، نرجعوا له بعد. باهي قبل الحصة فاجئتني وقلت لي ما عادش وكيل أعمال يوسف المساكني. يوسف أنا علاقتي به بوه قبل يوسف. ملي صغير أنت؟ ملي صغير. أنا كنت أقرب الناس لبوه وقت اللي كان يلعب في السيوتي، خاطر أنا ولد السيوتي. جمعيتي هي السيوتي، لعبت في الكام ولعبت في السيوتي، دونك جمعيتي هي السيوتي. محدين عبيته بالكعبي من الجنراسيون هذيك. بعد علاقتي مع منظر علاقه كبيره. طلع يوسف عملت معاهم الكوب دي موند موان دو 17 اللي في التوغو. بعد كملت معاهم في كوريا. ولات علاقه حميمه، ومنظر يقول لي هذاك ولدك. من بعد جات لافان تاع الاسبيرونس اللي بوشماوي، احمد بوشماوي، الى دوني يعني سون افي، قال انا مستعد ناخو يوسف نجيبو الاسبيرونس. مشيت مع منظر، هزيت انا منظر وولده ويوسف، هزيتهم للامارات وعملت لهم لفات دو هذيك تاع نادي الاهلي وزحنا له. انت تضحك اكيد. من بعد انا رجعت لو 25 افريل كلمت حمدي المدرب وقلت له يا سي حمدي احسن شيء نعملوها على ميابل مع الاستاد. ها باش نقول لك انا عاش في حكه، خاطر هو باهي في حف مصلحه الملاعب، مصلحه بوه كيف لكن خايبه في حق الجمعيه اللي كان. ها ذاتك لو 25 افريل اتصلت سي حمدي المدب برئيس الملعب التونسي وخذا موعد نهار الاثنين. مشى طارق دياب واحمد بوشماوي وشخصيه اخرى رياضيه ستاديست مشاو قابلوا. شكون الشخصيه الاخرى؟ شخصية أخرى رياضية ومشاو يعني
مشاو قابلوا ما نقولوش على اسمه شخصيه هذا يعني انسان يعني ديسكي يعني ما عنده يعني مع قانونجي قانونجي يمكن انا عرفته بالضبط هو نفسه سميه انيس بن ميم تحكي عليه لا 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 قانونجي في كان في مدير الحرس ذاك انسان استاديست يعني 100% وقالوا طارق بنوره بالضبط شكرا لبشير على زميلي بشير على المعلومه فهمني وصارت المعامله اتفقوا على المبلغ اللي هو 400 مليون اتفقوا على المبلغ وعملناها بطريقه نظيفه لا صلحناها فيسع يعني اي ما استاد للتو اخذت فلوس لا اخذت فلوس استاد اخذت فلوس الباتي تاع لاد والبورسنتاج هذاك تاع الترانسفير نتاعو الفورماسيون بيرفورماسيون ما خذيتش خذيت اون بارتي البارتي نتاع اللي مشيتو للتحيل هذيك اللي مخفي عليها النزاع اي هذيك عليها النزاع باهي ما نرجع شويه قلت لي علاش ما عادش مع يوسف يوسف خاطر وقت اللي انا من الاول جاء واحد من الزملاء واجون كيفي هزوا للدحيل وهو عنده علاقه الاخويه عنده علاقه صارت قطيع من بعد يوسف قال نحب نطلع من نحب نلعب في الاوروب جبتوا ليكيب شينواز و سيتي اون تي بيل اوبيراسيون اللي هو يعني مبلغ كبير لمده 4 سنوات والجمعيه ندفعوا لها الكلوز ليبراتوار اللي موجود في العقد اللي هو قديش؟ اللي هو 4.5 مليون 15 مليار كيكا فشلون اللي صار انه عام 2015 القانون هذاك لقحوه وبلاتيني اللي عمله انه اللاعب ممنوع انه ينتقل في فتره شتائيه من اي نادي يعني الى بليك الكلوز ليبراتوار فرفض رئيس النادي رفض وقال لا 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 انت ليش ما عادش اي علاش خاطر جدد عقده بدون حضور خاطر هذا قال له هذا بابا وهذا بابا وهذا لاجون تاعي وهذا كل شيء فما يعني بعد شهر هو والاجون جددوا العقد مع الاخويه وصلت انا سيتي تخو تاع زادو فالامور ما مشاتش واخو في خاطرك شويه من يوسف برشا على خاطر انا حقي ناخذه من الكلوب مش من عنده هو فهو فكر كان في نفسه ما حكيتوش بعد حكينا وطمني وما صار حتى شيء فانا يعني علاقتي تو مع ابوه علاقه طيبه وهو علاقتي حتى شيء يعني ستوه ما حتى المحامي اللي حاولت نحطه معاه في موضوع ليكيب شينوار ولا لاجون تاعو اللي هو سي مالك لملوم مش خالد القصبي لاجون تاعو لا مالك لملوم يقول هو مالك لملوم واللي مصادح مالك لملوم باهي ما كنتش راضي على انتقاله الاوبين ولا ما عندكش لا انتقال يوسف بتعرف تجي في فتره شتائيه تجي اون في باش يلعب في الاوروب وبما انه علاقته باهيه مع الرئيس قالوا له ولا حاضرين انت جاي من اصابه ماكش تلعب السنة ها ونحقق لك حاجة من أمنيتك أنك تلعب في الأوروب وحطوه في أوبن اللي هو كياباتيا للقطر يعني النادي اي التوانسة وقتها استناه في البطولة الإنجليزية سمعنا عروض من برايتون من واتفورد لكن قينا في جمعية متوسطة معناها أقل من متوسطة مثلكم ما عندي شيء دراية سمعت اللي مشى لإنجلترا مع رئيسه والنادي اللي مشيله زاد كيف مولاه قطري اي متابع اكاديميه سبايرو اكزاكتلي حاولوا يعني وان شاء الله يرجع من الاصابه والمستقبل قدامه التوانسه الكل متفقين يوسف موهبه كبيره من احسن لاعبيه خلقتهم تونس ضيع يعمل مسيره كبيره في النوادي الاوروبيه تتفق مع الكلام هذا اكيد 100% انا اجتمعت بمارسيليا اجتمعت بليفركوزن اجتمعت بوردو اجتمعت بورتو رئيس بورتو اجتمعت في يوسف ولكن ليل قاب قوسين كانت توفى العمليه قاب قوسين دخلوا فيها بليزيور اجون ودخلت فيها برشا ناس وتحت في الماء
اما الليل كان اكثر نادي كان ماشي له مجهزين يدفعوا له المبلغ هذا. هذايا بعد البوت العظيم اللي كان تزايا في كان 2013 كيك كان 2013 بالضبط. الاخرين علاش ما تموش؟ قلت ليفركوزن ليفركوزن خاطر جاو خاطر اول شيء انفستيس با اكثر من مليون تحيل طلبت برشا لا, لا 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 مازال في الترجي قبل لا مازال في الترجي هو كيفاش جات الاوروب هو لعب ضد زينيت في الدحي في قطر لعب ماتش ميكال وشافوا فيلانو شافوا لونتونان تاع تاع زينيت قال هذا شوفوا لي اتصل فيا هذاك رجعت علاقتي انا لان زينيت كانت تحب عليه وعجبهم مركز زبونت ديما يسمعوا ديما يسمعوا يوسف ماشي يوسف ماشي ما تمتش الحكايه على خاطر قال الحظ واختياره هو اختياره هو الدحيل واختياره هو الخوية هو اللي السبب اللي اختار هو إيه لكن انت مستقبل. مش انت هزيتوا القطر لا القطر هزوا خالد القصبي لانه علاقه مع النادي نادي القطري علاقته كبيره معهم وتفسخت فيها العمليه في لحظات في ثواني وكانه لم يكن شيء بيني وبينه شي معناها انت ديما ديما معاه لكن وقت تصير الصفقات نتاعو صارت بوه ولا خالد القصبي ورئيس جماعه الخوية وتفسخت فيها العمليه ما فتي معناتها انا هي ما انا للاسف يعني مشيت بنياتي مع بوه عمري ما عملت عقد معه كل كنت بالكلمه لاخر يوم كل مره يقول لي احنا عائله واحده انا مصرح للناس اللي انت لجوم تاعي اكو في النهايه يعني انت تعرف انت خير شو اسمه خير المتعاقدين انك يعني سون كونتاكت تو بريان فير تو بريان فير يعني بصراحه يعني تخممش في قضيه حاجه لا 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 عندها شيء قضيه ما عندها شيء علاقه كيما انا راه ولدي سعيد كيما راه ولدي زايد لا لا علاقتي طيبة لا 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 حاجة ربيت عشتها معاه إيه تعطي باب تحايلوا عليه قلبوك لا حتى لا لا ثم لا تحايل لا قلبوني لا شيء هو ما وفاش بوعده ولزني أنه الاتصال يقعد مباشرة معاه وأنا ما نحبش العملية تصير مع الملاعب في حكاية الكوميسيونات كانت أحسن شيء بيني وبين النادي فهمتني فبيني وبين النادي فهذا اللي صار يعني هذا اللي صار تأخرت يعني في العملية وتأخرت العملية علي أنا وبو حكيتش معه لا 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 فات يعني انقطع الاتصال من وقتها معناه يعني. من وقتها من وقتها من وقتها يعني فرحنا له في الزواج قلنا له ربي هنيه مشيت الزواج بتاعه طبعا مشيت الزواج بتاعه وانا لونتون بتاعه بالماضي السجون بتاعه وانا تليت بي وصاحبي وجيت توجو ديفوندو يوسف لاخر لحظه ولكن مكتوب خلاص واضح يعني التونسي ما يقعدش في ما يفش بوعده دائما قلت لي وعدك باش يعطيك و لا لا يعني انا نرفض قديش المبلغ قديش المبلغ لان المبلغ يعني هو يعرف وانا نعرف اما نرفض هو طمني انه العمليه انه خد قصبي تصير لا لا عمري اجتمعت عرفتم بعد طمني بخالد القصبي قال لي توا انا انت وخالد القصبي تاخذوا نصيبكم في العمليه ولكن ما صار شيء على كل انا من ماضي انا يعني علاقتي كبيره اليوم في انديه الاماراتيه فحاجه وانتهت عندي حاجه ما زلت واخذ في خاطركم وجوما اكيد باخذ خاطري لانه تعبت برشا اخذ خاطري انت تتصور اوموا انفنتان دو كلوب فهمتني واستدعى وجيب وسافر وقابل بريزيدون دو كلوب وفهمتني انا خدي موندام دلسين ثم ديزاجون كيدهم صحيين ديزاجون توانسه انا نعرفهم كيدهم صحيين في دي موندا وولد انا نعرف اللي مسح معايا انا لي موندا مسحهم معايا عندي ثلاثه اربع موندات مسحهم نجم تكون من حالة هذه اضافه يوسف في مسيرته معناها سيرتو بوتو سيرتو كثير عندي قال لي بريزيدون تاع نو تاع ليل قال لي كل شيء فيه تبارك لاعب كبير قال لي سي يفو دو لور ما ناخذوش تلمون لي زاجون هدت سبت بعض دي ميساج الكل انت تسمع كلمه يوسف وترى الف اجون يخرج يا رسول الله
علاش خدك تمت في الدحية في الأخوية حتى خالد قصبي ورئيس الكلاب عندهم علاقة به هذاك علاش تمت يعني وإلا دائما تقد زوجو في كل بقعة تقع جو يخرج لك واضح أني دونك يفوت توجو دو ليكري أما في الكلاب هذوما يعني كنت مع شو اسمه مع يوسف بالموندا صح باهي نسكروا ملف يوسف المساكن نحلوا ملف اخر كنت ايضا وكيل اعمال العيد الحمروني لا عيد الحمروني دخلت له بعد الكوب عربي صارت في الرياض الكوب عربي صارت في الرياض في 95 هذيك شفت شيء غريب يعني عيد الحمروني كان مصاب ولا وفي الاخر لا انسيستي دو جوي خد علاش خد الهلال كان يحبها لي الهلال حاولوا بكل الطرق يا اخي بالك شي لعبوه هو ها بالك شي هم لا فرضوا عليه باش يلعب لا 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 خد ديما يقول فرضوا عليه باش نلعب مقابل لا ثلاث يوم ما فرضت عليه هو بنفسه قال نحب نلعب انا عايش مع عبد القادر بالحسن وعايش معاه فك الفتره انا موجود أي. انا موجود في الكوبا بهذيك كنت موجود في الرياض فلا ما فرض عليه حتى حد وبعد صارت له صراحة لما الهلال ضغطوا على سيم شبوب فهمتني إلى حتى إلى بيسو لا كونسيونس بصراحة 97 جاء للإمارات وقال لهم أنا نهديكم لاعبي نادي الوحدة خاطر علاقته باهية مع رئيس النادي الوحدة الشيخ سعيد بن زايد سيم شبوب وقال لهم أنا ننصحكم تاخذوا عيادة الحمروني إي فوافقوا وجبت انا عيادة الحمروني وعملت معه عقد مبدئي اما شبوب والترجي ولا فلس زيرو عقد مبدئي مع عيادة بالعيادة والوحدة ب 180 الف دولار 100 الف توقيع عقد والباقي كل 6000 7000 دولار في 7000 دولار في الشهر وقتها اي علاش ما تمتش على خاطر عيادي جاء وعمل تيست حلويات عدى 4 ايام 98 في جويليا غيروا رايهم وسمعوا انه هو عنده سبات ولا هما هذا حسب ما سمعت منهم وغيروا رايهم وخذوا كلوا شبوال يعني هو قال جيني عرض من وحده ب 800 مليون نفس المبلغ تقريبا اللي قلت عليه انت هكا ولا 800 مليون سليم شيبوب خير يبعث النادي الهلال السعودي 50 مليون لا 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 سليم شيبوب قابلته انا في 98 في نصف النهائي كاس العالم في باريس قابلته وقال لي والله مش حلو اللي عملتوه على خاطر عيادي يعني في 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 حاله خايبه ياسر فقال لي احسن عملتوا حاجه مش باهيه انه عيادي يعني ديموراليزي انه كان جاي للوحده فسيمشبو من بعدها بعدها جاتني العرض نتاع الهلال في المي سيزون سمح خلينا نبقاو في الوحده ساعه قبل ما نمشيو للهلال هو قال العقد مازال عنده ديجا معناها لا عنده هو عندي انا نعرف انا 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 اللي عامله له العقد ب 180 الف دولار 180 الف دولار سنويا يمسحها معناها ليكيب الجماعي اي عمل انا عقد مبدئي ما يولي ابليكابل لما تصير لما يعملوا الفيزيت ميديكال ويكون هو سو بلاس اما وقتها مبدئي ام بي كونتاس معناها الكلام اللي قالوا في سليم شيبوب انه هو ما خلاش يمشي للوحده لو جاء عرف 800 مليون هو اكثر منه تحس كيفاش ما مشاش للوحده انا ناكد لك هو تحس اكثر برشا قال يعني يقول لك الي ان ريكوبيرابل يعني با بلو ريكوبيري سليم شيبوب في الفتره هذيك يجي مورالو زيرو يعني ما عادش يحب يلعب كوره وسيتي بريفيو انا عملت فور كبير جبته وملاعب كبير بصراحه ملاعب كبير تتصور في السيونس ما عملنا حاجات غريبه يعني حد ما يقول انه عيادي عملوني مش ملاعب كبير شيء الوحيد وما اعتناش بنفسه شنو اللي عملوا له شنو عمل في عمل تيست عمل ماتش اميكال مركز زبون تهبل واحده تكفر
في التسعين نعم عمل يعني معناها تأكد الكلام اللي يقول اللي هو كان في كان في سد كيسة بين ظفرين في سد برشا معناها وفندق فلوسه على يمين وعلى يسار إذا تأكدوا الكلام هذا ايه أكدوا أنا 100% خاطر باش أحكي لك خاطر هو قال ما كنتش نخلص برشا ما كنتش نخفي برشا فلوس اي لا ما تعرف أنت الحالة نتاع وقتها والترجي نتاع وقتها واليوم مش نفس الشيء نعطيك انا كومباريزون كي ديما حسب كلامه هو معناها انا شفت له بعض التصريحات وسائل الاعلام يقول ما كناش ناخذ بريم دي سيناتور معناها في الوقت اللي مثلا ملاعب كيما مراد الشاب صح في الكيف 100 مليون زبير باي صح في طوال 120 مليون هو ياخذ كام بريم من لاعبي اسبيرونس الكل ياخذوا كام بريم تاع مارش 150 الف معناها لا 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 20 و 30 و 25 ياخذوهم لا 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 هو شو يعمل سيمشي بو يعتبر نفسه هو ولي امرهم فيجي للوالد يعطيه فلوس يقول له حل قال له بابا يحب يحل المشروع نتاع مقاوله مقاولات في الجنوب فعاونوا بطريقه اخرى مش كيما ما نعرف انا تعاملت مع سيمشي بوب تعاملت مع حمدي المدب سيمشي بوب عاطفي كثير عاطفي ويتعامل انه كهو هو هو المسؤول الاول والاخير على الملاعبي عندي فيبدا عمل له رخصه يحاول انه يضمن له مستقبله بطريقته هو وهي هي الطريقه الصحيحه اللي تمد له فلوسه ويتصرف. على ذلك دونك قعد الاشكال بيناتهم حتى لتوا قلت لي بعد هزيتوا الهلال السعودي بعد انا مش غطيت اللي صار هذاك الكل جبتوا الهلال السعودي، الهلال السعودي قعد لهم يعني امنيه نجيبوه. اي وجابوه نفس الشيء كلمني في التليفون وجماعة الهلال عنده في البيرو كلمني قلت له اني انا تفهمت معهم 150 العيادي لمدة 6 شهور يعني واظن خذ الترجي 100,000 دولار 150 100,000 دولار شكون خذاه؟ الترجي اظن وقتها 100,000 دولار هو قال بالفعل هو قال انا خذيت 50 مليون في 6 شهور لا 150,000 لي خلينا نكمل لك سير بعد نصلح لك كان غلط انا ديما كلمه هو نحاول نعطيك الفيرسيون نتاعو مادام مش موجود قال خذاه في صفقه الهلال خذاه فيها 50 مليون في 6 شهور والاسبيرونس خذيت 250 مليون ترجي لا خذيت الترجي 100,000 دولار اللي هي كيف 250 مليون وهو خذاه 150,000 دولار عمري ما خذيت معايا عمولتي عمري ما خذيتها من عند هو خذ 150,000 دولار ولا 150,000 دولار وزيد نعلمك حاجه معناها 500 مليون 500 مليون 150,000 دولار نزيد نعلمك اكثر وحال القهوه ولبس عليه في وقتها واول بينالتي جاي اول ما خلط جات البينالتي الاولانيه جاي شوت فيها جابها في يد الجارديان بريف يعني حاجه عاديه عادية في الكوره اما لا هو فاهم من الهلال وعندي شاهد ماهر كنزاري هو فاهم من الهلال وقلت له اسمعني عندي تو شهرين متعرف في القطر يلعبوا الكوب الامير وكوب ولي العهد قلت له عندي شهرين اجى عندي 40,000 دولار اللي كنتي فهمتني ما تروحش لتونس تمشي خذ كهرباء وروح بها من الرياض حتى لتونس فلا لا يتم ملك عيادي اي علاش يقول خذيت 50 مليون في الوقت اللي انا قلت لك انا 150 الف دولار وما عمري ما خذيت عمونتي الترجي اعطته اعاره بمبلغ 100,000 دولار وهو خذاه 150,000 دولار انا اللي عامل العقد بينهم الاثنين مازال عندك شيء مازال نسخ من العقد ولا نسخ يمكن نكون نشوف نجيبهم لك حاضرين انا متاكد يعني اللي يقول فيه لا انا عامل هالعمليه انا كلمته في تليفون قلت له عندي اوفر للاد جاء الفيس بريزيدون قابل سيم شيبو في الترجي وقابله قعد معاه قال لي قداش تفهمته هو حب اكثر قال لي قداش فهمته قلت له 100,000 قال لي اوكي يلا اوكي سبا لا شد ولا عمل لا كل هذه حكايات انا اللي عشتها كل حكايات لا علاقه الحق يقال عيدي انسى طيب وما معتناش بنفسه قابلت معاهم مؤخرا انت حضر لي حبيت ترجع من المجاريها انا بنيحكم. بعد 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 ما سمعتك واتصلوا بي بعد الاخوية قابلته صدفة قابلته حكيت معاه قلت له ذي ميسيج حكيت معاه قال انا عمري ما خلت لا موجود قال لك لما ذي كل ديجا عندي ساعة كنت فرش فيه موجود لما ذي كل قال عمري ما قلت وانا 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 وعمري ما قلت قلت لا ما يتقالش هذا انت بتترجش بالعكس هو يحب الترجي علاقته كبيرة بالترجي اما ما اعتناش بنفسه
كوسوا في حياته العائلية ما تناسب نفسه. اليوم بنته غراند سبورتيف ما شاء الله بركة عليها لعبة كبيرة في الهوند. وأمها كانت زادة كبيرة لعبة كبيرة أمها. أي. فهمت ف... إيه هو شكون شنو كان موقفه كي حبيت ترجع تصالحهم أنت زوز؟ موقفه قال لي ما قلت حتى شيء ما قلت حتى شيء أنت ما... أنت تذكر أصحاب مع سليم شيبوب كيف كيف ومع عايد الحمولي عايد الحمولي حبيت نتدخل بالحسنة يعني. فهمت الحقيقة نقولها الحقيقة نقولها الوحدة بلاش والهلال 100,000 الوحدة بلاش خط علاقته هو سليم شيبوب وأنا رابط علاقة بين سعيد بن زايد شيخ سعيد بن زايد وسليم شيبوب ولات علاقة كبيرة حتى سبيرون جبت 4 مرات الكوب كوب تاع الإمارات الفرد ما حبش هو لا الفرد وسليم شيبوب قابل ما تكون مصالحة بينه وبين عايد الحمد لا مش قابل يحسب يعني طبعا قلب المؤمن يعني لازم الإنسان يكون طيب و يعني شو من بعد شو مش يعملوا في الأخير فهمتني قال لي لا أنا مش نقدم قضية قلت أنا أتمنى أن نتصالحوا يعني إن شاء الله ماذا بين الناس كل ترجع على علاقة المجارية دونك مازلنا مواصلين في الحوار متاعنا على لطفي زروق وكيل أعمال اللاعبين خرجتك تصويرة في الصيف مع حمد المد أبو حاتم بن عرفة باش نحكيو عليها بعد شوية بعد الأخبار مع زميلي أسامة.